التقت بعض منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف بممثل المقرر الخاص ضد التعذيب، وذلك في إطار جهود بعض المنظمات الحقوقية لوقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها السلطات الإيرانية ضد الشعب العربي الأحوازي المحتل. كان لقاء مثمر حقيقة، استعرضنا احنا كوفد مشترك للسكرتارية المقرر الخاص جرائم النظام الإيراني الممنهج، خاصة في مسألة التعذيب وسوء المعاملة. قدم له تقرير متكامل بالحقائق بالتواريخ بالجرائم التي وقعت داخل سجون الاستخبارات الإيرانية، وكذلك كان فيه كثير من المعلومات الوافية بشأن التزامات هذا النظام الإيراني، خاصة في مسائل المعاهدات الدولية وخاصة المعاهدة العالمية لمناهضة التعذيب. تناول اللقاء ضروب التعذيب والانتهاكات الممنهجة من قبل السلطات الإيرانية للشعوب غير الفارسية، خاصة شعب الأحواز العربي، كما طالبت بعض المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة حول انتهاكات النظام الإيراني ضد الشعوب غير الفارسية. المطالبات الهامة التي طالبنا بها هي عقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان في دورة رقم 31 التي سيعقد افتتاحها في 29 فبراير. الجلسة الخاصة نتناقش فيها كل ملفات وانتهاكات جرائم النظام الإيراني. في لقائها بممثل المقرر الخاص ضد التعذيب، طالبت منظمة الدفاع عن حقوق الأحواز الأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص لرصد انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان، وبتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من أجل إرغام إيران على الالتزام بتعهداتها الدولية، لا سيما احترام المبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. الانتهاكات الإيرانية ضد شعب الأحواز يبدو أنها ستكون حاضرة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جنيف.